المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيف حلقتنا في برنامج الخاص العميد فهمي محروس، قائد اللواء 11 حرس حدود. أهلا بك. يا مرحبا وحياك الله. هذه المهمة الأخيرة في بعد تعيينك قائدا لحرس الحدود، ما هي الأولويات التي يهتم بها فهمي محروس ليدشن بها مهامه قائدا للواء 11 حرس حدود؟ أولا نقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا أقصى ما أرجوه وأتمناه أن يكون في عهدنا في حراسة الحدود وقيادة هذا الجهاز الهام أن يكون ينطبق المعنى للكلمة مع الواقع، أن نكون فعلا حراس للحدود الدولة من أي تجاوزات، من أي أعمال تخريبية، من أي تهريبات. فمعروف أنه كل ما يدخل الدولة ويخرج منها عبر منافذ رسمية وشرعية معروفة. نحن نحاول وسنحاول وبإذن الله سننجح في ذلك أن نمنع أي تمرير لأي شيء إلا عبر المنافذ الرسمية. طبعا هذا يعني يتطلب جهود كل المنظومة الموجودة في جهاز حرس الحدود، وكما معروف أنه أي عمل إنما هو تحصيل حقوق وأداء واجب. نعم، فلا بد أن تعتدل كفتي هذا الميزان، تحصيل الحق وتقديم الواجب، حتى نتمكن من القيام بهذه المهمة خير قيام. وأقصد طبعا حق الأفراد والضباط من منتسبي هذا الجهاز، والواجب المناط بهم أن ينفذوه نظير حصولهم على هذه الحقوق. في الآن خلل في هذا الجانب بالجانبين، من الحقوق التي هضموا فيها، وبالتالي انعكس ذلك على تقديم الواجب الذي يجب أن يطلعوا به خدمة لهذا الوطن ولهذه البلد وهذا الشعب. طيب نعم. طيب عندما نتحدث عن الحدود حقيقة هي من القضايا المهمة جدا. الحدود يعني ضمان عدم تهريب، وخاصة طبعا المخدرات وكذلك الأسلحة. ضف إلى ذلك طبعا هناك إشكالية تتعلق بالمنافذ. إذا ما تحدثنا عن منفذ الوديعة على سبيل المثال، هل ستكون لكم عملية إشراف بشكل أو بآخر على المنفذ أو المساهمة على الأقل في هذا المنفذ؟ بالنسبة لحراسة الحدود هي فقط مختصة بعمل كنترول أو يعني تحكم في الشريط الحدودي. طبعا نحن يعني يجب أن نقوم بحراسة شريط حدودي من منفذ شحن شرقا إلى منفذ الوديعة غربا، يعني حدود 750 كيلومتر. مساحة طويلة جدا. نعم. يعني هل لديكم كامل الإمكانيات للضمان؟ لا، حاليا ليست تلك الإمكانيات الموجودة. فلو قسناها بالكيلومتر المربع، طبعا عمق الجبهة التي يتحرك فيها اللواء من قيادة اللواء إلى الحدود، حدود من 250 إلى 300 كيلو. فلو ضربنا 200، احنا لو قلنا 200 كيلو في 750، لكان مساحة عمليات اللواء 150 ألف كيلومتر مربع. ممكن هذه المساحة لا تكفي الواحد، يعني فرقة عسكرية. طبعا عندنا عدة قطاعات، هذه 750 كيلومتر مقسمة إلى 5 قطاعات، كل قطاع فيه كتيبة من اللواء. أبعد يعني أبعد كتيبة مننا اللي هي في منفذ الوديعة من قيادة اللواء تبعد نحو 650 كيلو. بس وبالتالي محل كل كتيبة يجب أن يكون لواء وليس كتيبة. دعني نوضح بعض القضايا. نعم. يعني حينما صدر تعيينكم بقيادة هذا اللواء، راح البعض يعتقد أو يفسر بأنه اللواء سيكون البديل عن اللواء 141 تقريبا الموجود في منفذ الوديعة. كيف نوضح أنه علاقتكم بالمنفذ ربما لن تكون مباشرة أو ستكون مباشرة؟ لهو حسب تفاهماتنا مع الأخوة في القيادة السياسية، سواء كان الأخ الرئيس أو نائب الرئيس، بأنه يفكرون في تسليمنا
المنفذ. لكن أنا في الوضع الحالي لو قيل لي استلم المنفذ ساجد نفسي غير قادر على. لماذا؟ لماذا؟ عدم توفر القوة الكافية، خصوصا أنني أريدها أن تكون من أبناء، من أبناء المنطقة، من أبناء المحافظة، أو على الأقل يشكلوا أكثرية في هذا الجانب، وهذا مطلب الشعبي، مطلب أهل البلد يعني. أن يكون هكذا، خصوصا أنهم عانوا كثير من بعض تصرفات تتسم بالاستفزاز واللا مسؤولية وعدم مبالاة بمشاعر الناس اللي قادمون في رحلة سفر طويلة أو المغادرين، أو مغادرين يعني. فأن يعامل معاملة مهينة وهو في السفر طبعا قده نصف الموت يعني، فالناس لا تتقبل ذلك بالقبول يعني. فيجب أن يكون من هم موجودين في هذا المنفذ غالبا يكونوا من أبناء. طيب ربما يكون هذا مبرر الآن للاستعجال في المطالبة بالإشراف المباشر وإعطاء فرصة لأبناء المنطقة ليكونوا ضمن مكونات اللواء، هذه فرصة أيضا. طبعا طبعا نحن قدمنا هذا وفيه فيه قبول وفيه موافقة وفيه إجراءات الآن بدأت في هذا الجانب. طبعا بالنسبة للمنفذ هو فقط إن كان فيه تحكم أمني، فقط الإشراف أمني، حماية الأمن، وليس يعني إدارة المنفذ. فإدارة المنفذ هي فيها مدير عام للمنفذ، الجانب المالي والتحصيل والجباية هي من اختصاص الأخوة في الجمارك. فلا يعني يذهب إلى أذهان البعض بأنه مثلا الآن الأخ العميد هاشم الأحمر أنه هو الذي يدير الجانب المالي وهو الذي يتحكم فيه. ولماذا يتم دائما الحديث عن يعني كلما ظهرت وبرزت بعض الأخطاء يقال أنه بفعل ممارسات اللواء الذي يتولى الحراسة هناك؟ يعني كيف يعني نفهم أنت الآن تذكر أنه لا يذهب البعض إلى الاعتقاد بأنه أنه الإشراف مباشر مع القوة العسكرية، إنما هناك تقصد في جهات خاصة إدارة. بس لماذا يتهم هذا اللواء بأنه يعني يرتكب بعض الأخطاء أو بعض الأفراد؟ خلينا نكون دقيقين يعني، ربما يكونوا جنود عاديين مثلا يعني. تريدنا بعض الشكاوي من بعض المواطنين بأنه يفرض على المواطن المار سواء كان داخلا أو خارجا من البلاد يعني رسوم أو مبلغ غير قانوني، وإن كان مبلغ زهيد يعني 10 ريال سعودي أو مثل هذا الكلام 20، إلا أنه غير قانوني يعني يخرج من جيب المواطن بغير حق. وإذا لم يدفعه قد يعني يتعرض المواطن للإهانة، هكذا بلغتنا للشكاوي، ولا أدري مدى صحتها يعني. مثل هذا الكلام يجب أن يوضع حد له، يوضع حد له سواء بمنع إن كان وجد، أو بإسكات الناس اللي يتكلم إن كان مجرد افتراءات يعني. ولن يكون ذلك إلا من خلال شفافية واضحة لكل الناس. نعم، لا ننكر أن وجود أخطاء. طيب أيضا هناك بعض الأخبار ترد عن تقطعات تعرض لها كثير من المسافرين، بل ربما حتى وصلت بعض الحالات إلى القتل. صحيح. والاغتيالات ونهب وسلب يعني مدخرات المهاجرين العائدين لزيارة أهاليهم. صحيح. أنت كيف تنظر لمثل هذه؟ من ينبغي أن يكون المسؤول المباشر عن مثل هذه الحالات؟ طبعا هو لا يحمل كل هذه الجرائم التي ترتكب، تحمل الى مثلا حراسة المنفذ او حراسة الحدود. طبعا في جهات اخرى يجب ان تكون. ربما قطاع طرق تقصد؟ لا اقصد، ما اقصد ان التحمل من ناحية جنية يعني. من المسؤول تحمل عن كبح هذه التصرفات؟ طبعا يجب ان يكون هناك حراسة الطرقات والدوريات، يجب ان تكون تفعل. هو عموما يعني كل ما كان في ضعف في الدولة كل ما نشطت الـ هذه الجرائم بمختلف أنواعها، وهذا النوع من الجرائم أحدها يعني. هذا دليل وترمومتر على في وجود ضعف في أداء الدولة على الأقل في هذا المكان، وبالتالي يجب الإسراع في وضع المعالجات اللازمة لهذا. نعم وفعلا، وأنا حصلت تقطعات لبعض الناس أنا أعرفهم شخصيا يعني. أخذوا سياراتهم وما يمتلكون، بل بعضهم يعني زي ما ذكرت فقدوا حياتهم في هذه الجرائم. نعم. أنت قبل أن تعين كنت مدير أمن ساحل حضرموت
وقبل ذلك كنت مدير إدارة مكافحة المخدرات. الآن ربما المخدرات ستكون يعني أمامك، على اعتبار أنك أنت الآن تتحمل مسؤولية شريط حدودي طويل يمتد كما قلت 700 كيلومتر، وبالتالي ربما يكون أيضا مجال لتهريب بعض المخدرات. وتعلم هناك جهود تبذل كبيرة لمكافحة المخدرات، وما لهذا الموضوع من أبعاد وخطورة حتى كذلك بالنسبة للمتعاملين معه. إلى أي مدى تعتقد أنه ممكن سيكون المجال المتاح أمام المهربي المخدرات لاستئناف النشاط عبر هذه الحدود؟ طبعا نشاط المهربي المخدرات لم يتوقف حتى نتكلم عن استئناف، هو مستمر. نعم. ومن واقع خبرتي في مجال مكافحة المخدرات أعلم بأنه في السنة طبعا ممكن يهرب خلال المنفذ البحري الذي يشمل المهرة وحضرموت 200 طن من مخدر الحشيش. 200 طن سنويا. نعم. فلو بدل أصحاب المكافحة يعني أقصى جهودهم لتمكنوا من ضبط 10-15 طن في السنة. نحن في أحسن سنة، وين تذهب غير؟ في أحسن سنة في عام 2008 ضبطنا نحو 30 طن، لا زالت 170 طن يعني وجدت طريقها للمرور إلى هدفها. لم نسمع خلال السنوات الماضية هذه بأن غيرنا مثلا في 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 الوادي أو في أي مكان آخر ضبط كميات مثل ما كنا نحن نضبط في الساحل، مع تأكيدي أنا الشخصي بأن الكميات تمر، والمرور ليس فقط بالحدود اليمني. فمثلا لو مثلا تعذرنا بالنسبة للحدود اليمني بضعف الإمكانيات واتساع المساحة، ما فيش معانا لا مروحيات ولا الحدود السعودي اتسم القوة وفرت الإمكانيات. إذا تجاوزت هذه الكميات الحدود اليمني فهي تتجاوز بالمثل الحدود السعودي، وبالتالي المسألة يجب أن تكون محل بحث بين الدولتين، بين اليمن والمملكة العربية السعودية. طيب جميل، هذا يأتي ضمن طبعا اتفاقيات أمنية. نعم. بين الدولتين. نعم. وبالتالي حتى مساعدة القوات الواقعة على الحدود بالإمكانيات بالأجهزة الرصد حتى بالكاميرات الكاشفة، الكاميرات الليلية، ربما هناك الكثير من الإمكانيات تلجأ إليها بعض القوات التي يعني تكلف بحراسة الحدود. لكن هل الكميات الضخمة الهائلة التي ذكرت تمر ويكون هدفها النهائي البلد، أم هي ترانزيت، محطة ترانزيت لبلدان أخرى؟ لا، هي ابتداء كانت ترانزيت. فأنا مثلا قبل عام 2000 كنا لو ضبطنا في السنة 2-3 كيلو حشيش، يعني عددنا ذلك من الإنجازات العظيمة، ونحتفل لها الاحتفالات الكبيرة لأننا ضبطنا في هذه السنة 2-3 كيلو. وهذا يعتبر مؤشر أن ما فيش عندنا سوق رائجة للمخدرات داخل السواق المحلية. لكن بمرور السنوات صرنا نضبط الأطنان، بمرور السنوات صرنا نضبط الكيلوات داخل السوق المحلي، هنا العشرات الكيلوات داخل السوق المحلي. فنحن لو رضينا أن نكون ترانزيت مثلا وغضضنا الطرف عن هذا باعتبار نحن لسنا مستهدفين، سنبتلى في بين شبابنا وأبنائنا بهذا الأداء، وهذا ما جرى يعني، وهذا ما حصل. طيب إلى ماذا ترجع أسباب لجوء الناس إلى المخدرات ويعني انتشارها بين الشباب بهذا المستوى؟ ما هي الأسباب؟ هل هي أسباب لها علاقة بسلوكيات تغيرت الجيل، وعي الناس الشباب تغير، غياب الدولة والقبضة الحديدية بشكل مباشر؟ يعني هل هناك جهات تسعى أيضا تستفيد أيضا من إحداث خلخلة في وعي الشباب؟ ما هي الأسباب؟ لا نفهم. تختلف الأسباب من 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 شريحة إلى شريحة أخرى. فمثلا شريحة كبار المهربين دوافعهم معروفة، هي الكسب بالمال الكبير يعني، ولا يعني يهمهم أي شيء آخر. فليذهب الشباب إلى الجحيم طالما أن المسألة فيها كسب غير عادي. وهذا يشمل الشريحة اللي هي كبار المهربين ومن هم دونهم. أما المتعاطين هؤلاء فنحن نعتبرهم جرى ضحايا تقصير
في جميع الجوانب، من جانب الالتزام بالأسرة نفسها، عندما تجد في ابنها سلوكات مريبة في برنامجه اليومي، متى ينام متى يصحى وكيف يتصرف، وكيف هذه بعض المؤشرات، يدخل الحمام كم يستغرق داخل الحمام مثلا، هذه مؤشرات نذير إذا لم ينتبه لها قد يعني فعلا تقصير. كذلك في الجانب الإعلامي المؤسسي للدولة نفسها في ضعف، يعني في توعية الشباب من خطورة الدخول في هذا الباب، والبعض يدخل في المخدرات لا يعني لهثا وراء المال، لكنه يعني لم يحصل عليه، مش كل من جرى وراء المال يحصله، يعني يجد نفسه في آخر المطاف صار متعاطي ومدمن ومثل هذا الكلام. طيب العميد فهمي محروس، يعني كنت شخصية مثيرة للجدل هنا في حضرموت حقيقة، اتهمك البعض في الفترة السابقة بأنك تعاطفت مع القاعدة أو ربما حتى نسبت إلى القاعدة. قبل ذلك تمت إقالتك من المنصب من وزير داخلية سابق الأسبق بهذا الشكل. نستمع أحيانا ونقرأ في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول قضايا كثيرة، لعلي أسأل الآن، يعني لماذا يتم استهداف العميد فهمي محروس؟ هل نتيجة الوظائف الأمنية السابقة التي تحملتها؟ والله لا أدري لذلك سببا، ولكنني بريء من مسألة الانتماء لأي تنظيم أو حزب. أنت لا تنتمي إلى إطلاقا، ولم أنتمي في حياتي، يعني لم أنتمي في حياتي ولن أنتمي لأي حزب سياسي أو تنظيم حركي أو يسموه ما شئت، يعني بل اعتبرها هذه من الحركات خوارج العصر الآن، اللي هم سواء كانوا قاعدة وغير رذيفتها الآن داعش، وربما تأتي مسميات أخرى في المستقبل وفقا لولاءاتها وبيعتها لمن. فالقاعدة معروف أنها بايعت أيمن الظواهري وداعش بايعت البغدادي، والكل في أفكارهم ونظرتهم للآخر وتكفيرهم للمجتمعات والجيوش سواء، ما لا يوجد فرق يعني. فلست أظن في حاجة بأن أحط نفسي في موقع الاتهام وأحاول أدافع، فمهنيتي وتاريخي معروف عند الناس، ومن حاول أن يرصد بنا مثل هذه التهم انكشف حالهم خلال الأشهر هذه الأخيرة. نقف عند انكشف حالهم لنذهب إلى فاصل قصير. تفضل. أنا أريد أستوضح بعض الجوانب في هذا الطرح تحديدا يعني. لكن نذهب إلى فاصل قصير. تفضل. فاصل قصير نعود بعده لنواصل الحديث مع ضيفي هذه الحلقة من لقاء خاص، العميد فهمي محروس قائد اللواء 11 حرس حدود. ابقوا معنا. اهلا بكم، نعود لمواصله الحديث مع ضيفي هذه الحلقه من لقاء خاص، العميد فهمي محروس قائد اللواء 11 حرس حدود. كنا قبل الفاصل نتحدث عن ربما بعض المظاهر غير الصحيه حقيقه، يعني حينما يراد الفاق تهمه بشخص دائما تكون الاسهل الاقرب يعني انتمائه لجهه معينه، وكنت تتحدث عن الذين يروجون مثل هذه الأقاويل، اليوم انكشف أمرهم، ماذا تقصد؟ أقصد الآن كانوا متصدرين مثل هذا الكلام وكيل الاتهامات هذه الغير منضبطة الباطلة الكاذبة، ونحن حقيقة تحملنا والزمنا الصمت في الرد على أمثال هؤلاء، لأنه أحيانا الرد على أشخاص قد يكون فتح باب شر، فالسكوت أولى يعني. فالآن صاروا موجودين، اللي هم اللي صار مع الحوثي واللي صار مع عفاش واللي صار في مسألة واضحة جدا، يعني تقريبا كانت مجموعة من يطلق عليهم بالعلامين يتخذون أحد غرف فنادق المكلا مجلس لهم، الآن كلهم موجودين في صنعاء مع جماعة
الحوثي ففضح امرهم. لماذا التبس يعني موقف محروس عند الناس حينما كنت تتوسط حتى في بعض الحالات قيل بانك يعني ممكن يعني تقبل لمن يعود عن يعني مجال الغلو وربما يعني مبالغه في طرح الخطاب الديني ونجحت في بعض حالات يعني، لماذا يفسر هذا الموقف بانه انت جزء من هذا التيار؟ شوف عند تولي منصب اداره امن حضرموت الساحل كان من اكبر الملفات صخونه ملف القاعده والعمليات الاجراميه التي جعلت هؤلاء الناس في خصومه مع اهل حضرموت كلهم يعني. فلا اظن اي حضرمي يقبل بقتل عمر بارشيد او قتل الشيخ علي باوزير او قتل العقيد عبد الرحمن بشكيل او قتل غيرهم عشرات يعني. فهؤلاء دماءهم ليست رخيصه، وبالتالي من قام بهذه الجرائم هو غريم لحضرموت كلها وليس لاهل هذا المقتول فقط يعني. ولكن صار فيه مجال لهذه التنظيمات لاستقطاب كثير من الشباب صغار السن الذين يغرر بهم. فحقيقة يعني نحن في النهاية هؤلاء الأولاد أبنائنا، توبتهم وعودتهم من هذا المجال أحب إلينا من توقيع العقوبة بحقهم. فلو عاد الإنسان إلى مواطن صالح معترف بخطأه لم تلوث يداه بدماء هذا أحب إلى كل الناس يعني، مش إلي شخصيا أنا، أن يعود مواطن صالح. هل نجحت أنت في هذه التجربة؟ إلى حد ما نعم كثير يعني؟ إلى حد ما نعم، وهذه سياسة تتبعتها الأخوان في المملكة العربية السعودية يعني فتح باب المجال للحوار والمناصحة والمراجعة، وفي نفس الوقت يعني يبقى السيل مسلول لكل من أصر إلا أن يسلك هذا السلوك التكفيري الإجرامي التدميري. فعندما طرحنا هذا توليت أمن المحافظة طرح هذا الموضوع على مستوى اللجنة الأمنية بأنه لماذا لا نترك مجال لمن أراد أن يعود يعني، هل خلاص كل من شوية تأثر بهذا الفكر صار محكوم عليه بأن لا يقبل يعني وأن بالقتل أو بالعذاب؟ لماذا لا نترك مجال لكل من حتى الدولة نفسها الدولة تبنت هذا الخطاب فترة صحيح تذكر قبل حوالي 4-5 سنوات نعم تولت النصح وأنه بالإمكان يعني فطرح هذا الكلام وهذه المقترحات ورفعت إلى رئاسة الدولة وجاءت الموافقة من رئاسة الدولة واللجنة الأمنية العليا بالعاصمة وفقا لمعايير وأسس كيف يعني تتبع مع كل من أراد أن يأتي تشكل لجان للجلوس معهم والمناصحة وهكذا. هذه الإجراءات هل تتصور أنها قبلت من قبل مثلا قيادات القاعدة بالقبول والرضا؟ هي فكرت فيها بأنها استدراج ربما إجراءات معادية لهم معادية؟ معادية لهم أن تفقدهم عنصر مجموعة عناصر شابة يعني ممكن تستمر معهم هذه معادية. وبالتالي تلقينا مقابل هذا العمل تهديدات يعني جدا قوية حتى نتوقف عن مثل هذه المساعي. نعم طيب يعني فقط يعني لماذا وصل الأمر إلى حد قالتك في الفترة الماضية؟ والله لا لماذا وصل إلى حد قالتك؟ ونحن الآن نتابع تفجيرات وضحايا بأعداد هائلة ولم يقال أحد فما أدري يعني ما هي لكنها هي مشيئة الله سبحانه وتعالى. أنا كنت في عندما كنت أظن عقب تفجير حصل في نقطة عندما كنت مدير أمن أمامي كانت خيارات كلها جدا قاسية وصعبة. كنت أدعو الله في كل يوم بإن كان استمراري في هذا العمل خيرا لي ولبلدي اللهم فيسر لي ذلك، وإن كان في ذلك شرا لي اللهم أصرفني عنه كيفما شئت. والله سبحانه وتعالى رأى أنه لا خير لي في هذا فجأت هذه إنما هي سبب يعني. طبعا حصلت جريمة في نقطة في ماضي في شرق حضرموت يومها أنا
في المساء قبل الليلة السابقة لهذه الجريمة تلقيت مكالمة من الأخ وزير الداخلية الأخ اللواء عبد الترب بأن السجن المكلة هذا سيتعرض لهجوم إرهابي، فعليك الحذر وأحملك مسؤولية السجن، لأنه الليلة هذه عندنا معلومات أكيدة بأنه سيحصل كذا. فأولينا كل اهتمامنا وإمكانياتنا للسجن، يعني إلى درجة أنه أن كل من حولي كانوا داخل السجن للدفاع عنه. في صباح اليوم التالي بعد ما اطمأنينا وتنفسنا الصعداء بأن لم يحصل للسجن أي هجوم، وردت أخبار من شرق بأنه في نقطة تعرضت لي في نفس اليوم هذا لهجوم مباغت، وتم القضاء على تقريبا كل أفراد النقطة ما عدا ولد واحد. تحركنا هناك وشفنا المأساة حقيقة. بعدها جاءت القرار الأخ الوزير بأنه هل حملكم مسؤولية بذلك يعني؟ لا لا، وكان كنت أنا والأخ قائد أمن المركزي مسؤول الأمن المركزي والنقطة تبعه، جاء قرار هكذا. أحيانا مثلا الوزير كان وزير جديد يريد أن يثبت بأنه صاحب قرار وأنه يعني. الآن طبعا المستجد في حضرموت هو مؤتمر حضرموت الجامعة دون شك، طبعا أنت من أبناء حضرموت وتبوات فيها مناصب مختلفة، لك دراية وقريبة أيضا من الجو السلطة وأيضا من كونات الاجتماعية. أولا تقييمك للإنجاز هذا حتى الآن يعني وما أنجزته اللجان التحضيرية في مؤتمر حضرموت الجامع ووجهات النظر التي تطرحت الآن. اولا يعني كفى بفكره ان يكون لحضرموت مؤتمر جامع، كفى بها خير لهذه البلاد. وفي تقديري انه يراد من هذا المؤتمر ان تكون لحضرموت مرجعيه، ان لا تفرض عليها الحلول من خارج حدود حضرموت، ان يكون هم اصحاب القرار والسياده في ارضهم. وان رافق ذلك بعض الانتقادات وعدم الرضا من وهذا برضو ظاهرة صحية أخرى تضاف إلى الإنجاز، وأرى بأنه لا خيار أمامنا إلا أن نستوعب بعضنا البعض ونحتوي بعضنا البعض للخروج بمخرجات تلبي احتياجات كل أبناء حضرموت. الصاحب الفكرة والدعوة إلى المؤتمر مشكور على ما قام، الأخوة في اللجان التحضيرية وغيرها بذلوا جهود طيبة نحسبها مخلصة لإعلاء شأن حضرموت، وكذلك من الآن ظهرت أصوات منتقدة سواء كان داخل حضرموت أو في خارجها كذلك، يعني نحن لا نتهمهم بأنهم خالفوا أو يتبعون أجندات ليست لصالح حضرموت، لا، الكل يعمل من أجل حضرموت، وبالتالي فلا خيار لكل هؤلاء الأخوة وهم كلهم طبعا تجمعنا حضرموت تجمعنا إلا أن يخرجوا بتوافق يخرج البلاد من هذا الجدال الذي لن يفيد. طيب أنت كعسكري لو سألتك كعسكري واتيحت لك الفرصة أن تقدم رؤية وهي على كل حال مفتوحة لأي راغب بأن يقدم أي رؤية، اللجان التحضيرية تستقبل، إذا قدمت رؤية من وجهة نظرك كعسكري أو فيما يتعلق أيضا بالمجال العسكري في ماذا تتلخص هذه الرؤية؟ طبعا نحن كعسكري أنا وصاحب خبرة في هذا الباب وقضيت ظهرت شبابي في العمل في هذا الجانب بالذات الجانب الأمني، أرى أنه اشتراك المواطن والمجتمع المحلي في حمل عبء المجهود الأمني العسكري مع السلطات هو المخرج الطيب. كانت لنا تجارب مثلا في جنوب اليمن في نظام ما يسمى بالخدمة العسكرية الإلزامية، كان كل أبناء البلد يشتركون في تحمل عبء العسكري، كان الجيش في الجنوب يتكون من شريحة واسعة من الشباب واللي هم خريجي الثانوية العامة، يقضي سنتين ثم يأتي غيره،
الآن اللي ما يحصل أنه جندوا تجنيد 10,000 جندوا مش عارف إيش جندوا، هذه كلها أعداد ستكون عبء على خزينة الدولة. ربما الآن مثلا أنه الأخوان في الدول الجوار التحالف داعمين إلى حد ما في توفير مرتبات هؤلاء الأعداد، لكن لن يستمر ذلك إلى على طول يعني. طيب أنا 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 أنا, أنا هدفت عفوا بس هدفت من السؤال حتى نركز على أنه فيما يتعلق بالمطالبات تكوين القوات الأمنية من أبناء المنطقة، يتعلق بالمنشآت وما يتعلق كما ذكرت أنت حرس الحدود، يعني ما هي الرأي في هذا المجال؟ يعني استمعنا إلى تصريح بأنه سيتم استيعاب حوالي 5,000 أو يعني لكل مديرية عدد محدد من أبناء المنطقة في إطار الأمن الداخلي. نعم. كيف ممكن نطور هذه الفكرة في إطار مطالبة مجتمعية من خلال مؤتمر حضرموت؟ طبعا هذا كله يندرج ضمن أن يكون أبناء حضرموت هم الظاهرون في النقاط العسكرية، في أماكن الحراسات، في الحدود، في كل مكان. يعني الناس يعني ضجت من أن يكون الشباب من غير أبناء حضرموت هم يتحكمون، هم اللي يحملون السلاح، وأبناء البلد يعني وأبناء المحافظة هذه عزل. فالآن آن الأوان لأن يتغير ذلك، وبعد ما تغير فعلا بعد تحرير المكلة ودحر تنظيم القاعدة وجد الناس متنفس لهم، يعني وجدوا أبنائهم من يتخاطبون معهم في النقاط العسكرية، وهذا شيء فعلا جدا ممتاز، وبالتالي أوجد تعاون مجتمعي كبير يعني. فصار الكل يعني الآن يدري بمعلومات، يدري ببلاغات، هذا كان مفقود قبل فترة. تعميق مثل هذا الترابط هو يعني الرسالة التي يجب أن نهتم بها كأمنيين، كرجال أمن، أن نسعى بشتى السبل أن تكتسب الأجهزة الأمنية ثقة المواطن حتى نحصل على دعمهم ومساندتهم بتقديم البلاغات والمعلومات الأمنية المفيدة جدا يعني، وأثبتت الآن جدواها في الأيام الأخيرة. طيب نحن يمكن في المحور الأخير من هذا اللقاء سنتحدث عن المستجدات على مستوى البلد بشكل عام. المستجد حقيقة هناك تقدم في بعض المواقع تقريبا في تعز الآن، هناك إنجازات تحقق. رئيس الجمهورية يقوم بالإشراف المباشر على عملية تحرير المناطق الغربية ومتعز، وكيف أنت تقرأ هذا المشهد الآن ثورة؟ والله أنا في نظري بأنه حسم هذه الملف وحسم هذه المعركة تأخر كثير يعني. فلا بد من إسراع في القيام وبحث ما هي أسباب هذا التأخير يعني. فعلا أخبار لا مشجعة سواء كانت القادمة من تعز أو من بيحان أو من البقع في صعدة، وللتذكير طبعا بأن أبناء حضرموت مشاركين في كل هذه الجبهات. فالرجل الحضرمي حقيقة نحن نعتز به أي اعتزاز، ما دخل في معركة لو كان له يعني ميزة عن غيره. فنأمل أن تستمر هذه التقدمات، أن تحرر المنافذ البحرية جميعها سواء التي كانت في المخا الآن أو باب المندب أو حتى الحديدة، ويحصر الانقلابيون في صنعاء وحدودها تمهيدا للإجهاز عليهم. يعني إلى متى أن يستمر هذا الوضع بهذه الطريقة؟ حقيقة نحن سعداء بسماع مثل الأخبار الطيبة الجيدة سواء كان من تعز أو من البقع، نحن على تواصل في أخواننا هناك في البقع، في تقدم فعلا يعني يثلج الصدر، واستيلاء على تباب وعلى أماكن وعلى مدن شيء جيد. بيحان ظلت فترة يعني بعيدة عن الأضواء وعن الـ عن الـ عن التداولات الإعلامية، الآن بدأت تظهر على السطح، وهذا برضو شيء جدا ممتاز، ونأمل في قابل الأيام أن نرى ما يسعد قلوبنا أكثر من هذا. طيب هل تعتقد أيضا أنه الخيار السياسي في الأخير يعني سيكون مرشح قريبا على اعتبار على واقع الانتصارات اللي تحصل اليومين، ربما سيتغير المشهد سياسيا؟ يعني الفترة الماضية طبعا قدمت مبادرة
من المندوبل ورفضت من قبل الدولة اعتبر أنها مبادرة مجحفة. نعم. يعني تطالب بأمور يعني خارج نطاق الواقع، وبالتالي رفضت حتى لاقت دعم مجتمعي هناك رفض لهذه المبادرة. وبالتالي الآن واقع جديد، الواقع العسكري، هل تعتقد أنه سيفرض حل سياسي؟ هذا الواقع الجديد الآن سيفرض حل سياسي من نوع ما آخر؟ هو حتما يعني سنعود إلى 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 دائرة الجولات المباحثات والتوافقات والتوافقات لا لا انظر يعني لا محادثات جنيف أفضت إلى نتيجة، لا محادثات الكويت أفضت إلى نتيجة، وبالتالي إلى متى؟ والناس كفاية تعبت يعني، كيف باختصار بالكلمتين نقول كفاية تعبت الناس. فهل تعتقد عسكريا نشهد يعني انفراج سياسي بعد هذه الانتصارات؟ هو الحل العسكري طبعا هو الحل المهيمن الان في على الساحه، وكلما كان تقدم للشرعيه في جبهات القتال كلما كان الحل السياسي لصالح الشرعيه، كلما كان في تقهقر كلما صار في النهايه مرغمين بقبول حلول سياسيه غير يعني غير عادله. لكن الان نريد حل سياسي بس على واقع اصوات المدفعيه، على واقع التقدم العسكري في 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 الجبهات، سيفرض الحل السياسي الذي يريده كل ابناء اليمن، من غير ذلك ما هي الا يعني خرط القتاد كما يقال يعني. طيب اطلع الى فاصل اخير في هذه الحلقه واعود الى المحور تقريبا، شرفنا على الانتهاء لكن اطلع الى فاصل لأسألك فيما يتعلق طبعا بإقليم حضرموت، وهذا الموضوع من الأهمية بحيث ينبغي أن نكثر الحديث حوله، لأنه هناك التباسات حتى في بعض هذا ما قيل عن إقليم حضرموت، لكن نطلع الفاصل نعود فاصل قصير ونعود لنواصل. أهلا بكم، نعود لنواصل الحديث مع ضيفي هذه الحلقة العميد فهمي محروس قائد اللواء 11 حرس حدود. نحن الآن أمام استحقاق مهم جدا يتعلق بإقليم حضرموت. إقليم حضرموت طبعا شبوة المهرة سقطرى إضافة إلى حضرموت، هذا بالتالي سيضيف أيضا تنوع جديد ولما لهذه المناطق من خصوصية وتقارب عبر التاريخ عبر مراحل مختلفة طبعا، وأيضا هناك تشابه كثير في المتطلبات لهذه المناطق. أنت أولا من جانب أمني كيف ترى مسار الأمن سيكون في إطار الإقليم بشكل عام؟ طبعا هذا الإقليم هو من أهم مخرجات الحوار الوطني الذي جرى، وهو الحل الذي له دعم دولي وإقليمي ومتبنيه الأخ فخامة الرئيس عبد الرب منصور. فهو كما يبدو من ناحية يعني عقلانية الحل الأقرب والذي يمكن تحقيقه. فلو تحقق ذلك طبعا في حضرموت والمهرة وشبوة سقطرى هي عبارة عن نسيج اجتماعي متجانس، يعني تقريبا كل القبائل الموجودة في مختلف هذه المحافظات، العادات والتقاليد تكاد تكون يعني واحدة مع اختلافات يسيرة يعني، وبالتالي سينعكس ذلك أمنيا بخير على أبناء كل الإقليم. طبعا في بعض ظواهر ظهرت بشكل قوي مثلا في اتجاه شبوة مثل قضايا الثأر، وظهرت كذلك في بعض أجزاء من حضرموت هذه القضايا. حضرموت نفسها ساحلة وسقطرة ومهرة كأنها يعني سليمة من هذه الظاهرة، ظاهرة الثأر. لكن بوجود يعني سلطة، وجود مثلا
جهاز أمني ممكن أن يعني يكون وزارة داخلية إقليم حضرموت يحتوي على إدارات أمن في كل المحافظات أو تسمى الولايات، من شأنه أن ينهي مثل هذه الظواهر المقلقة. فنحن حقيقة نخشى وحقنا ذلك أن نقلق أن تنتقل هذه الممارسات والظواهر السيئة عندنا، لكن بأن تضافر جهود حتى في شبوة على كل حال. نعم. حتى في شبوة لم تكن هذه الظاهرة بهذا القدر يعني من البروز. صحيح. إلى قبل 30 عام لم تكن. لم تكن شيء. لكن في تشجيع، صار تشجيع لها بشكل مدروس. حتى في حضرموت أرادوا أن تشجع مثل هذه الظواهر، لكن حضرموت مجتمع متماسك عنده شيء من الإيجابية، لم ينزلق هذا المنزلق. لكن بعض أخوان هناك صارت يعني، بل أنه تأتي قضايا الثار يعني أطرافها من شبوة ترتكب داخل المكلة مثلا. نعم. يهرب مثلا طرف من ثار إلى المكلة ويتتبع الطرف الآخر إلى، أظن بعمل مجتمعي دعوي سياسي اجتماعي بشكل كامل قد يسهم في تقليص هذه الظاهرة من شبوها من غيرها من الأماكن. يعني مقترح جميل تحدثت عنه أنتم، ممكن يكون يعني على شكل وزارة للإقليم، يعني وزارة الداخلية. وزارة الداخلية التي تولى الأمن في كامل الإقليم. كامل. وستكون هناك طبعا أيضا إدارات أمن في كل محافظة مستقلة. نعم. البعض يعني ربما راح يفكر بأنه ستنصهر المحافظات في إطار الإقليم، لا، هو الحقيقة أنه ستظل كل محافظة تحتفظ بنسبها في ثرواتها وفي مشاريعها التنموية، بينما ستكون هناك يعني مجلس وزراء لكل إقليم. نعم. وسيكون أيضا مجلس نيابي لكل إقليم. نعم. وسيكون رئيس الإقليم من يرشح من قبل المحافظات. نعم. نحن نتمنى طبعا أنه التجربة هذه تكون النموذج. صحيح. الآن ينظر حقيقة إلى حضرموت الكبرى، الآن ينظر لها لأنها النموذج في كل شيء، يعني هي تقدمت، أنظر حتى الآن على مستوى المناطق المحررة. نعم. حضرموت تسجل النموذج حقيقة. صحيح. في الاستقرار. صحيح. في عودة الحياة وتطبيع الحياة. نعم. عادة الحياة يعني. نعم. هناك بعض المنغصات للأسف الشديد لا زالت قائمة حتى الآن. في أنظر لعدن مثلا، عدن يعانوا الناس فيها من أمور كثيرة. فنحن حقيقة سعدنا بهذا اللقاء معك في ختام هذه الحلقة. نلتقي إن شاء الله في مناسبات، وقد يعني نجحتم في ضبط الحدود بالكامل يعني، وتم التخلص من بعض المظاهر، كان تهريب السلاح، كان تهريب المخدرات، واي قضايا لها علاقه بالتهريب. نعم. وايضا نتوقع كما قلت انه ستكون لكم ايضا مهمه في الاشراف المباشر على منفذ الوديعة. نسأل الله ذلك. شكرا لك. شكرا، حياك الله. وشكرا لكم ايها الاعزاء، نلتقي في حلقه قادمه من لقاء خاص. إلى اللقاء.